اذا يا اخواني قضية ان الوجود او الكون محكوم بقوانين عتيدة صارمة سارية في كل جنباته وانحائه قضية لها دلالة تأليهية كبيرة اكبر مما يظن بعض العلماء المتعجلين بعض العلماء المتعجلين دلالتها على الصانع البارئ الموجد لا اله الا هو اكبر واكثر صلابه وصلاده من ان تنكر او تكابر، من ان تنكر او تكابر. سنرى بعد قليل ان الفلسفه العقليه منذ بداياتها الاولى في بلاد الاغريق وربما قبل ذلك ادركت هذه الحقائق التي توشك ان تكون واضحه بذاتها اذا لم يعترضها نوع من التشويش نوع من التشغيب لسبب او لاخر يمكن ان تكون حقائق واضحة بذاتها سنرى هذا بعد قليل لكن المشكلة أين؟ المشكلة مزدوجة على ما ألمعت أن من العلماء أيها الإخوة من يرى أن القانون بحد ذاته كفيل وضمين بالاستغناء عن دور الله في الوجود يعوض هذا الدور واضح أن هذا لا يقوم على أساس سليم إطلاقاً مرة أخرى وعاشرة ومئة لأن القانون يحتاج إلى من يقننه، إلى من يوجده، وإلى من يشغله. إحنا لسه في مشكلة من أين أتى الشيء؟ <applause> من أين أتى الشيء؟ مشكلة أكبر كيف لهذا الشيء الذي وجد أولاً أيها الأخوة أن يتطور وأن يترقى وأن يصبح ما أصبح عليه الكون الآن. كل هذا وفق قوانين عتيدة. وفق قوانين عتيدة هي التي أنتجت لنا كل ما يعرف الان بمظاهر الانتظام بمظاهر الانتظام وكل ما يفسر بالقوانين ولذلك قلت من سنوات وما ازال اقول كلما تفكرت في هذه المساله بعمق اجد انني مدفوع اجد انني مدفوع الى تكرار القول لا يمكن لك مع ملاحظه هذه الحقائق الصلبه ان تلحد الا بعد ان تنتحر عقليا ان تكفر معنى النظام ومعنى القانون ومعنى التصميم ومعنى الدلاله ومعنى المعنى كل شيء عندك يصير ايه مالوش معنى، هذا انتحار عقلي طبعا. المخ هنا يكون ايه؟ فقد ايه تمسكه بالكامل يعني. ولك هو هيك لحالها، اجت لحالها، هي هيك، ايش معناها؟ مالهاش معنى،, معنى. اه. هذا انتحر مسكين <applause> لكن ما لم يقرر المرء ان ينتحر سيرى نفسه ايه؟ عاد الى ارضيه الايمان على الرغم منه وبطريقه سلسه وبسيطه، طريقه سلسه وبسيطه. المشكلة على الطرف الآخر في الأصولية الدينية للأسف الشديد وموقف الأصوليين الدينيين غير متناسق يفتقر إلى عنصر التناسق التناسق مع ذاته كيف؟ انتبه الآن كثير ممن يتكلم باسم الدين يقشعر بدنه إذا نسب عالم أو مفكر أو فيلسوف فعلا ما لكيان طبيعي ينزعج لماذا تنزعج؟ بل جديد لم يحدث اي شيء جديد حتقول لي حتى على مستوى الانتخاب الطبيعي حتى على مستوى الانتخاب الطبيعي الناتشرال سيلكشن انه الانتخاب الطبيعي يفعل الانتخاب الطبيعي ينتخب الانتخاب الطبيعي يصفي ما المشكله؟ انت مبدئيا تقبل ماذا؟ فعل القوانين تقبل فعل القوانين تقبل فعل الوكلاء سبحان الله في الفكر الغربي يسمونهم ايه؟ ايجنسيز وكلاء <applause> القانون كوكيل في الأدبيات الفلسفية الإسلامية الملائكة وصفت بأنها وكلاء وكلاء عن الله تبارك وتعالى القرآن غاص ملآن طافح من الآيات التي تسند وتنسب هذه التدبيرات الكونية إلى ماذا؟ إلى الملائكة إلى الوكلاء والذاريات ذروة فالحاملات وقرة، فالجاريات يسرى فالمقسمات أمرا أليس كذلك؟ والنازعة غرقا والناشطات نشطة والسابعات سبحة فالسابقات سبحة ما الآن أليس كذلك؟ أكثر من هذا انتبهوا الموقف اللاهوتي القرآني ماذا أقول؟ <applause> هذا موقف رباني متماسك تماما ومتسق ومتناغم ومتراسل مع بعضه لكن يحتاج إلى إيه؟ إلى من يفهمه كما هو في واقعيته القرآن ملآن أكيد ألوف الآيات أكيد ألوف بالوف الآيات التي تسند الأفعال إلى كيانات غير عاقلة غير عاقلة ونحن نفعل هذا في لغتنا اليومية باستمرار ولا الصحيح صحيح؟ باستمرار ليست قضية فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض احنا يعني هي اللي استفز الوعي تبعنا نسبة الارادة وهي مما يليق بالفواعل او الفاعلين الشاعرين الفاعلين المدركين الفاعلين العالمين ذوي العلم والشعور والادراك ها؟ أه؟ فكيف الارادة جدار يريد الجدار يريد أن ينقض، قال لك مجاز، طبعا قضية المجاز هذه سهلة، بتسهل على العلماء أي شيء، مرر أي شيء وعلى فكرة تخدر الوعي مثل المخدر تخدر الوعي وتفوت عليك ملاحظة الحقائق المفروض تكون ساطعة وفاقعة لكننا لم نعد نلحظها، وتورطنا ولا نزال نتورط في إشكالات مع العلم والفلسفة لأننا لم نلحظ هذه الحقائق التي تفقئ العينين الثنتين مش جدارا يريد ان ينقض القران مملوء بهذا وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار نهر يتفجر فعل التفجر منسوب لماذا للنهر والنهر كيان ايش مادي النهر يتفجر طبيعي نحن نقول الريح امالته الريح كسرته الريح عصفت به الريح جاءت القران جاءها الموج من كل وجاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل الموج يجيء والريح تجيء ونحن نجيء كمان <applause> والفرق بين مجيئي ومجيء الموج ومجيء الريح انني جاء دار انني جاء اسم فاعل هذا اه يعني جائي جاء دار شاعر عالم عالم بمجيئي هل الريح جائيه عالمه؟ لا استطيع ان اجزم الجواب اقول لا انتبهوا لان ثمه نظريه في العرفان الإسلامي وفي الفلسفة الإسلامية وحتى في فلسفات عالمية قديمة ووسيطة تؤكد أنه ما من شيء في الوجود يخلو من ماذا؟ من شعور ووعي ودراية تليق بمرتبته الوجودية أنه يعني في عندنا إيش؟ مادة في معادن في نبات في حيوان برتب الحيوان وعليها إيش؟ الإنسان العاقل الحديث رتب وجودية القرآن مبدئياً واضح انه ايه؟ يبارك هذا المنظور يبارك هذا المنظور تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا الم ترى ان الله يسجد له التسبيح وين السجود كمان؟ كانه هذا توحيد افعالي توحيد فعلي هذاك توحيد ايه نظري علمي تسبيح وعلى فكرة على ذكر التسبيح والتوحيد بالتسبيح كأن الكائنات تسبيحها شهادتها اجتهاد مني قد أكون مخطئا كأن تسبيح الكائنات كل الكائنات ما وعى منها وما لا يعي شهادتها بأنها مخلوقة بالحق وأنها خاضعة لقانون يمكن أن يدرس ويفهم لأنه ايش؟ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحان سبحان الحق الذي لا يوجد شيئا إلا بالحق لا إله إلا هو وقوله الحق وهو الحق وخلق السماوات والأرض إيه بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور شيء شعر البدن حق وأنزل الآيات والكتب بالحق وأرسل الرسل ونبأ الأنبياء بالحق وتلى الآيات واقتص علينا ما اقتص بالحق تلك آيات الله نتلو عليك بالحق أه؟ واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا نبأ ابني آدم بالحق الحق لا إله إلا هو فكأن تسبيح الموجودات وتسبيح الكائنات هو ماذا؟ هو شهادتها بأنها ماذا؟ بأنها محكومة بقانون يدرس ويفهم ويوعى وهذا القانون يؤكد انها ما خلقت ماذا؟ باطلا ولا خلقت لعبا خلقت لغايه وخلقت لهدف هل هي دارية به؟ قد يكون لأنه حسب هذا المنظور ما من شيء إلا وله لون دراية نوع شعور درجة إدراك تتناسب مع ماذا؟ مع مرتبته الوجودية لأن الوجود مشترك ها؟ لفظي أو معنوي مشترك معنوي يا أخواني وليس لفظيا الوجود حقيقة واحدة لكن مشككة ليست متواطئة تماما مثل حقيقة النور ها؟ النور شيء واحد لكن له مراتب ولذلك إيه؟ يوجد بالتشكيك يعني النور من لمبة مثلا خمسمائة وط غير النور من لمبة إيه؟ خمسين وط خمس وطات بلا شك وكله نور وله نفس الطبيعة الكاشفية هو يعني كاشف بنفسه ظاهر بنفسه مظهر لغيره والوجود كذلك الوجود طبيعته نورانية لذلك الله نور السماوات والأرض وكل شيء آية تدل على الله آية لأنه نور يكشف يدل عما وراه لا إله إلا الله فقد يكون هذا معنى تسبيح الكائنات تسبيح الكائنات ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب مما يدعم ويشهد لمنظور الوجود الشاعر الوجود الداري الواعي العالم أثار كثيرة غير الآيات كمان آه. طبعاً على مستوى الحيوانات الله يقول إيه والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه الطير عارفة عنده واجب عنده ورد معين عنده واجب واجب صلاة وواجب تسبيح وهي عارفة وورد في بعض الاثار انها حين تقصر تؤاخذ على ذلك. طب يا سيد الكون كله السماوات والاراضين الاكوان كلها عندها هذا الشعور قرانيا ها؟ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها ويل الارض ائتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين لا اله الا الله اتينا طائعين اذا في نوع شعور نوع شعور بكينونتها نوع شعور بسهمها في الوجود بحظها من الوجود نوع شعور ربما بالغاية التي لأجلها وجدت تسبح لها تسبح لا إله إلا تدرك أنها لم توجد إيه ها هدرا ولا إيه بطلانا ولا لعبا ولا عبثا لغاية إذا انتبهوا هذا حتى إيه ضعوه في البال ضعوه في البال لذلك ما تقوليش مجاز كل شيء مجاز مجاز القرآن عاد طافح بنسبة هذه الآثار الطبيعية إلى فواعل طبيعية وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء كأنه في علاقة غائية هذا بالشقق عشان يعطي الماء فرصة أن يخرج طبعا كونه يشقق هذا فعل فعل فاعل كونه يخرج الماء فعل فاعل الماء خرج والماء دخل ها والريح عصفت والريح أتت والريح أمالت والريح كسرت كل يوم نستخدم هذا باستمرار إحنا ولا صحيح ها والجو عكر مزاجي الجو تسبب في تعكير مزاجي هو سبب فاعل مدى درايته موضوع ثاني هذا، مدى درايته بذلك موضوع ثاني، لكن فاعل، يعني مش شرط الفاعل إذا أخذنا إيه؟ بلا وعي الوجود، أن الوجود غير واعي، وجود المادة غير واعي، ها؟ وغائب عن نفسه كما كان يقال في الفلسفة القديمة، المادة غائبة عن نفسها، فكيف تعي غيرها؟ كان يقول هكذا، مش شرط هذا مش علم، نظرية فلسفية قديمة. لو أخذنا بهذا يا إخواني، لو أخذنا بهذا فنخرج بنتيجة فلسفية مهمة. ليس من شرط الفاعل أن يكون واعياً. الفاعل قد يكون واعيا عالما داريا وقد لا يكون ايه وعلم الفاعل ايضا على مستويات علمنا احنا زي علم الطيور علم الطير علم العصفور علم النمله علم النحله علم علم العنكبوت احنا شغل كبير مثلا عندها علم وعندها علم عندنا وعي وعندها نوع إيه من الوعي بين مع تعليق قضيه ايه تعريف الوعي مع قضيه تعليق تعليق اه تعريف الوعي اذا مش شرط الفاعل ان يكون ايه تذكروني بهذا هذا مهم جدا جدا اليوم على فكرة هذا محور أساسي في خطبة اليوم وفي موضوع اليوم في التباس العلاقة وترميم العلاقة الملتبسة لأنها غير واضحة للأسف لا لهؤلاء ولا لهؤلاء لبعضهم طبعا لبعض هؤلاء وبعض هؤلاء نرجع للقرآن الكريم وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ وهنا إيش قال لك من خشية الله لا إله إلا الله يعني حجارة تشعر بربها لا إله له تشعر بجلال الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشيه الله الرؤيه الكونيه الفيلت ان شاونج البيك بيكتشر وورد فيو كلها اسماء لنفس الشيء الايمانيه المتكئه على القران رؤية متكاملة مركبة يا اخواني عميقة عجيبة توحيدية فعلا لا اله الا الله كما ان الله واحد وهو المسؤول الاول لا اله الا هو علة العلل وسبب الاسباب أه؟ موجد كل موجود لا إله إلا هو ووجوده واجب لذاته من ذاته بذاته أه؟ فكذلك يا إخواني كل شيء من هذه الموجودات شاهد له وشاهد إيه؟ بحضوره لا إله إلا هو قال يعني لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لأريته خاشة من خشية الله فإذا الرؤية التوحيدية المتكئة على الإيمان توحد الكون أيضاً مش شهادة بأن الله واحد لا وشهادة بأن إيه الخلق أيضا واحد لأنه مخلوق لواحد لا إله إلا هو وكل بأدي شهادة واحدة نفس الشهادة ما أسعدنا إيه بشهادة أن لا إله إلا الله اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها لا إله إلا الله لا رب لا مدبر لا معبود لا حقيقة مطلقة بلا قيد بلا شرط إلا الله لا إله إلا هو وكل الحقائق الأخرى مرتبطة بها وتستمد منها رصيدها هو الله من غير الله كل شيء يعد باطلا ابدا لا يمكن العقل ايه ان يفهمه ابدا ولا يمكن ان تفهمه وتستريح الا اذا إيه؟ ربطته بحقيقه الحقائق لا اله الا هو واضح يا اخواني جميل قال لو انزلنا لرايته خشعا متصدعا من خشيه الله الان شوف عاد خطوه الامام بتشوف كيف بصير ايات كثيره الله يخبر انه انزل من السماء ماء وانبت فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، فأنبتنا به فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها. الله أنبت بالماء النازل، م? يعني الأرض لم تنبت ولا المطر أنبت. لكن في آيات أخرى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، يخرج ينبت النبات ينبت وغادي الله أنبته. والله أخرجه، الله أخرجه وهو يخرج. الله أنبت وهو ينبت، قال فإذا هي كذا اهتزت وربت وأنبتت، م? قال أنبتنا، إن قال أنبتت هي الأنبتت، ها وأنبتت من كل زوج بهيج، بدينا نحتار هي الأنبتت أو الله أنبت م? فيها اثنين صحيح بس انتبهوا المبادئ دائما قريبة متوسطة بعيدة أولى مبدأ الاول البعيد ولا اقرب منه لكن هذا اصطلاح فلسفي هو الله لا اله الا هو هو مبدا المبادئ كوز اوف كوزس عله العلل سبب الاسباب فاعل الفاعلين على فكره الفاعل يقسم فلسفيا اه بلحظ الاستقلال وعدم الاستقلال لحظ الاستقلال والتبعيه الى اثنين فاعل مستقل ذاتيا يسمى الفاعل الذاتي في منه واحد بس وغير قابل للتثنية للإثنينية الله تبارك وتعالى وكل ما عدا الله من الفواعل السبعة هذول السبعة سبعة فلسفيا والآن إيه سأذكرها سريعا لكن لن أشرح لنا الوقت سيضيق جدا كل أنواع الفواعل السبعة وجميل جدا أن الفيلسوف العقلاني من قديم فهم أن الفاعلية لها إيش أشكال وتمثلات كثيرة مش شرط أن الفاعل يكون عاقلا وواعيا وداريا أبدا ممكن يكون مادة جمادا اه وهو فاعل ومادام في عله فاعليه بحسب ايه البرهان العقلي كل عله فاعليه يكون ايه هناك عله غائيه انسى واذا شفت عله غائيه عله غائيه قطعا هناك عله ايه فاعليه حتى لو كانت العله الفاعليه هذه غير عاقله لكنها عله شيء جميل هذا فاذا لدينا الله تبارك وتعالى وحده هو الفاعل الذاتي المستقل مطلقا وكل الفواعل السبعة التي سأعرضها سريعا الآن نرم بها إلمامة سريعة الفواعل السبعة كلها مسخرة للفاعل إيش المسخر لا إله إلا هو الأول والثاني والثالث والسابع كل واحد فيها عنده عنوانه الخاص وعنده معنى اللائق به، لكن هو ايش؟ فاعل مسخر، 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 وهناك بس فاعل واحد هو اي فاعل مسخر يسمى الفاعل الذاتي لا اله الا هو. القرآن سبحان الله يبارك هذه النظريه بشكل عام طبعا، من غير التفاصيل يبارك. قال لك الفاعل الذاتي الحقيقي باطلاق هو الله. مين اللي أنبت؟ الله. مين اللي أحيا؟ الله. مين اللي أمات؟ الله. مين اللي أنزل؟ الله. مين اللي هذا؟ الله. مين اللي أضل؟ الله. مين اللي كذا؟ طيب هذا المبدأ الأول، المبدأ الحقيقي، مبدأ الأعمق، ها؟ وفي مبدأ متوسط، وفي مبدأ قريب. المبدأ القريب هو الذي يصدمك ويبدأك مباشرة تشوفه هيك، انتبه، ما تقفش معاه كثير لسه، لا لا لا، في مبدأ ثاني بيكون وسط، وبعدين نجي إيه؟ للمبدأ إيه؟ الأعلى. جميل جدا. فنأتي الآن، القرآن الكريم كما قلت لكم حين تقرأه وتتأمل فيه تجد أنه ايش؟ يبارك هذه النظرية يبارك هذه النظرية وهي مثال من أمثلة كثيرة يعني مرة الله هو الذي ينبت ومرة ثانية يقول إيش لا هي أنبتت فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون طب يا رب نحن نزرعه قال آه بس مش على الحقيقة الزارع الحقيقي هو الله فسر فلسفيا وعلميا ها هذا هذه الآية تجرك جرا إلى استفزاز وعيك لمساءلة طبيعة الأشياء لماذا كانت التربة بحيث تكون هكذا مفككة مش صلبة كالحديد هم؟ لو كانت التربة صلبة كالحديد انتهى لا يتخللها لا ماء ولا توضع فيها ايش؟ بذور ولا ينبت فيها شيء لا هي مفككة مخلخلة تزت وربت تخيل ولما كانت البذرة أو البذرة لما كانت هذه البذرة تنطوي على قوة وعلى إيه؟ فاعلية هي بالقوة شجرة وهي بالفعل الآن بذرة لكن عجيب أقول لك الجنوم حلو هذه مصطلحات علمية صحيحة وهو جميل ساعدتنا هذه هي لم تشوش علينا بالعكس هذه قصت علينا الطريق هذا الجنوم ايش اساس وجوده؟ ليش بنيت الكائنات الحيه من نباتات وحيوانات على موضوع الجنوم؟ ايش في جنوم اصلا؟ وهذا الجنوم يحصل لها ماذا؟ ما به القوه يجعلها شجره بالقوه. حطها في الظروف المناسبه والمقتضيات المناسبه وامنع عنها الموانع نسال الله يمنع عنا موانع الفهم والخشوع والادراك والبخوع للحق. ها. امنع عنها الموانع وفر لها الشروط والمقتضيات تصبح ماذا؟ تصبح شجرة لكن شجرة كما هو مرصد لها بقوتها مش أي شجرة إنك لا تجتني من الشوك عنبا تزرع شوك تعطيك شوك تزرع عنب تعطيك عنب لا إله إلا الله لما كان الأمر كذلك؟ الله يقول لك أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون استفز وعيك انتبه أنا الذي هيأت كل هذه الأمور أنا الذي أوجدت المادة أصلاً وقننت قانونها وجعلت فيها القابليات وجعلت لها اي مرتبه القوه ومرتبه الفعل وانا الذي كمان اذن حين اذن باخراجها من القوه الى الفعل ولو منعت لم تخرج هم؟ تجهض، تموت بذره ما يطلع منها شجره لا اله الا الله والله صحيح مثل الجنين آه الجهيض آه هو هذا يريد ان يلفتك الى إيه؟ الى القوانين الساريه في والحكم على الوجود في الوجود خل عقلك عقل علمي وعقل فلسفي عميق طيب نفس الشيء المثال الذي إيه؟ اتمثل به كثيرا الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها اذا واضح من الذي يتوفى الله تبارك وتعالى في ايه ثانيه يقول ايه توفته رسلنا في الانعام وهم لا يفرطون لا قال لك بتوفى الرسل ملائكه فايه ثالثه في السجدة ألف لام ميم قل يتوفاكم ملك الموت لا إله إلا الله ثلاث نسب مرة ملك الموت ومرة الملائكة أعوان ملك الموت ومرة رب إيه العالمين إيش الصح؟ كله صح كله صح هذه علة القريبة وهذه العلة إيه؟ البعيدة الأولى الحقيقية المطلقة لا إله إلا هو الله أوجد هذا النظام الوجود كله ليشتغل ويشغله عبر ماذا؟ عبر نظام ماذا؟ القانون، عبر نظام الاسباب. الله يفعل هذا. لكن دائما لان القران خطته كما نقول دائما ايش؟ خطته ايمانيه هدائيه بحاول يستفزه وعيك ويلفتك ايه؟ للاشياء التي لا تظهر ايه؟ مباشره يقول لك ما تنساش ما تنساش الله لا اله الا هو، ما تنساش صاحب القانون. ما تنساش الموجد الاول آه؟ لكل شيء اه ولاي شيء وايضا مقنن قانون الشيء وقانون كل شيء لا اله الا هو جميل تتكامل عندك ايه؟ النظرة بشكل من أروع ما يكون، وما عندك أي مشكلة بعد ذلك. إذا إذا أنا ما عندي مشكلة إني أتقبل مثلا في الجيولوجيا ها فاعلية عوامل التعرية. تشتغل في الجبال وفي الأرض وفي الشواطئ عوامل التعرية. طب ليش عندي مشكلة أن أتقبل ايه؟ فاعلية الانتخاب الطبيعي. ما المشكلة؟ نفس الشيء. هذا قانون، هذا قانون، هذا قانون، هذا قانون، حنشوف بعدين وين المشاكل الموهومة، بتوهمها ايش؟ الأصول الديني اللي ما عندوش فكر ديني متسق قوي عميق. لا لا يجوز، شو لا يجوز؟ وبظنوا إلحاداً، هذا إلحاداً وكفراً وكذا. ولذلك يعجبني أن تشارلز دارون نفسه، وهذا رجل بلا شك من العباقرة. ما أحد يشكك أنه كان رجلاً عميق الفكر. تشارلز دارون، وهذا طبعاً نبأ غير مفرح الملاحدة هم يعلمونه جيداً. لأنه هذا موثق وغير منسوب إليه بالعكس هذا ثابت بقلمه في مراسلاته أه؟ قبل وفاته بثلاث سنين 1879 كتب إلى أحد أصدقائه كتب إلى أحد أصدقائه يقول إني لا أستشعر الاستغراب أو التحجب من الذين يبدون عسرا في التوفيق بين التأليهية ثيزم يعني ثيزم مش الايمان يعني الايمان بالله ثيوس الله آه. الايمان بالله يعني وبين التطور قال لي ليش فينا شخص صاحبي يعني قال أنا مش قادر أفهمه هذول الناس فعلا لانه ذاك هو فاهم ما المشكله يعني انت تقبل الان انه المطر عنده فاعليه في الانبات وتقول لي اقبل والله قال هذا إيه؟ اقبل انه التخابط طبيعي عنده فاعليه ايضا ما المشكله هذا قانون وهذا قانون وهذا قانون انت بتقبل انه حركه الاجرام كواكب ومجرات واشياء كلها محكومه بالجاذبيه اه اقبل إيه طيب ولماذا لا تقبل انه حركه ايش نمو الكائنات محكومه ايه بقانون الانتخاب مثلا من حيث المبدا مش معناه ان انا مع الانتخاب قولا واحدا من مغي... لا لا انا باصل فلسفيا وثيولوجيا للمسائل عشان أكون تفكيرا محترم تفكيرا متسقا من اهم شروط النظريه العلميه والفلسفيه عموما النظريه كنظريه الاتساق مش تقبل شيء هنا وترفضه هنا وتفكر نفسك ايه انك انت يعني عندك اساس فكري، لا انت معناها غير متسق مع نفسك. يجب ان تكون متسقا، فهو كان بيستغرب وبتعجب تشارلز داروين انه ليش هذول بيشوفوا انه في صعوبة يكونوا مؤمنين وفي نفس الوقت ماذا؟ معتقدين بالتطور مثلا، او مصدقين نظرية التطور. قال ما في صعوبة. قال بالنسبة لي فيما يخصني انا. انا حالتي كانت تأرجحية. زي البندول هو. أوقف الايماني. فعلا تأرجح في حياتي هو. بدا مؤمنا صلبا قويا في رحله البيجل وبعدين بدا الشك يجتاحه على كل حال لكن انتبهوا هذه الشهاده بقلمه قال لم اكن في أسوأ احوالي يوما قط ملحدا انتبهوا اذا اي واحد يقول لي دارون كان ملحدا هذا يكذب على الرجل ويكذب على الحقائق الرجل بقلمه قبل وفاته بثلاث سنوات قال انا عمري في حياتي ما كنت ملحدًا طيب ايش كنت انت؟ مؤمن دائما؟ لا بديت مؤمن. قال ولكن لا ادري اجنوستيك يعني لا ادري يعني شخص لا ادري لا ادري وصف يناسبني الى حد بعيد جدا. انا لا ادري. صرت متوقف ما بعرف. في اله فيش اله ايش القصه؟ لكن من ناحيه فلسفيه ومبدئيه بشوف اي استلزام ها من التطور للالحاد. انه اذا بالتطور تلحد. قال ابدا ايش ايش ايش, إيش لها علاقه؟ ومن جميل ما ذكره استاذ في الاوريجن اللي هو كتابه المشهور جدا اوريجن سبيسي اللي هو اصل الانواع ذكر انه هو يروم ويريد ويقصد الى ان يشيد بناء او عماره علم الاحياء كما شيد علم الفيزياء وعلم الكونيات وعلم الفلك يعني كما أن النجوم والكواكب محكومه بقانون الجاذبيه ها ليش تكون عالم الخليقه محكوم بقانون اخر؟ قانون التطور مثلا؟ ما المشكله قال؟ نفس الشيء وكل في هذا المطاف يصح ان تكون أي قوانين ربانيه الرب اوجدها الرب قننها الرب شغلها ما المشكله يعني ليه هنشوف ليش هنشوف ايش مبررات ايه الاصوليه الدينيه في رفض مثلا الانتخاب الطبيعي من حيث هو هيك يرفضونه يرفضونه ها كما قلت لكم يقرب فهم هذه المساله الأساسي الفلسفي الذي وافق منذ البدايات على جعل الفاعلية غير مشروطة بالوعي والإدراك يعني بصير كل شيء في الكون ماذا؟ فاعل طبعا مش فاعل مطلق فاعل من جهة ومفعول من جهة علة من جهة ومعلول من جهة طبيعي هذا آه. لكن في نهاية المطاف علة العلل اللي هي علة لكل شيء ومش معلول لشيء الله تبارك وتعالى ولو الأمر تسلسل كل علة معلول كل علة معلول ما كان وجود شيء في الكون والكون موجود وإحنا موجودين هذا اسمه برهان الوسط والطرف لابن سينا مش هشرحه الان بس اعرفوا اسمه هذا خلاصته وفي واحد اخسر منه اسمه برهان الاسد الاخسر لابي نص الفارابي لكن يقوم على مقارنه الممكن بالواجب لا اله الا هو وقريب جدا من برهان أي الطرف والوسط لابن سينا فالله هو وحده عله غير معلوله وكل ما عدا ها علة ومعلول علة ومعلول علة ومعلول تمام؟ وهذا الوجود هذه طبيعة الوجود مش شرط الفاعل أن يكون ماذا؟ دارياً شاعراً عالماً وأعطيكم التقسيم الفلسفي المرهق طبعاً ويحتاج إلى بسط كثير تفهم هذا التقسيم لكن هذه السكيمة أو هذه يعني الأخطوطة كثير ميسرة آه. عندنا الفاعل فرضياً الفاعل إما أن يكون عالماً بفاعليته عالما بذاته أو غير عالم إن كان غير عالم كما نفترض في المادة الميتة الأشياء في الميتة هذه الجمادات إن كان غير عالم إما أن يكون فعله موافقا لبنيته وهيكله وطبيعته ويسمى الفاعل بالطبع يضربون مثلا بالمعدة مثلا المعدة شيء مادي ما عندهاش وعي مش كائن حي جميل خلايا حية بس مش كائن حي مش كيان حي مثل نملة أو نحلة أو إنسان هذا العضو يقوم بماذا؟ بدور كبير في عملية الهضم حين تهضم وتساهم في الهضم فعلها يسمى فعل بالطبع لأنه يوافق إيه؟ يوافق بنيتها وتكوينها والأحماض اللي بتفرزها هي هيك حين تعتل وتنحرف عن مزاجها كما يقول الطب القديم تعتل يعني آه تصبح إيه؟ تفعل دورًا مخالفًا لطبيعتها واضح؟ إذن فاعل بالطبع اذا وافق إيه؟ طبيعته وهيكله وان لم يوافق فهو فاعل بالقسر سين بالقسر يعني زي الجبر بس الجبر رصدوه إيه؟ للعاقلات للاشياء العاقله ثم الفاعل العالم بفعل بفاعليته وبفعله اه اما ان يكون علمه هو عين فعله يعني في مرتبه فعله بحيث لا يتقدم العلم على اي الفعل يسمى الفاعل بالرضا فان لم يكن كذلك كان عالما بفعله ولكن علمه قبل فعله وهذا الذي علمه قبل فعله يسمى الفاعل بالقصد ثم الفاعل بالقصد ان كان علمه السابق على فعله مقرونا بداع زائد مقرونا بداع زائد فهو الفاعل بالعنايه وان لم يكن فعله مقرونا بداع زائد فهو الفاعل بالتجلي يعني كان ايه علمه عين ذاته وما في زياده العلم غير زائد على الذات يسمى شيء عجيب سبعه اقسام على فكره هذه الفلسفه العقليه القديمه اللي اسست مع سقراط الحكماء الثلاثه سقراط وافلاطون وارسطو مش لعب ومش لعب ولاد صغار اليوم بدأ بعض كبار الفلاسفه في اوروبا وامريكا بالذات يعيدون اكتشاف ارسطو من هو ارسطو ايش فلسفته يقولوا واو ما كناش نعرف كنا نفكر حالنا فهمانين لما قرأنا أرسطو في نصوصه الأصلية وبعمق حقيقي وجدنا كانت ولا شيء وجدنا ديفيد هيوم ولا شيء كيف العلماء اليوم مش فلاسفة؟ هوكينج ودوكنز وكراوس مش ولا شيء ولا يذكر أصلا وسبحان الله وأنا وجدت من هؤلاء الفلاسفة مثل فيسر صاحب ذا لاست الخرافة الأخيرة قال لك أنا حين فهمت فقط هذه النقطة البسيطة قادتني إلى الإيمان سريعا وبعد أن قضى الشطر الأعظم من حياته ملحدا من 2009 صار مؤمنا ويبشر بالإيمان في كتبه الفلسفية فيلسوف علماني هو لكن بدأ يفهم أرسطو في الحقيقة شئنا أم أبينا الوجود يؤكد هذه النظرية أن كل ما في الوجود في نهاية المطاف له فاعلية أليس كذلك؟ سواء كان داريا بها أو غير داري لكن له فاعلية والمصحيح هل تنكر أنت فاعلية الريح؟ وتاثيرها على الجو وتاثيرها على اشياء كثيره بما فيها ايه؟ على وضعك واحساسك بالحراره تنكر تاثير المطر ونزول المطر تنكر تاثير الريح في انزال المطر تنكر كل نظام الاسباب كله فواعل كله ايه؟ فواعل فواعل واثار فواعل واثار جميل ان الفيلسوف العقلاني القديم ادرك انه مش بالضروره ومش بالشرط ان الفعل يكون ماذا ايه؟ عاقلا وواعيا لكن بنرجع للسؤال للاسف اللاهوت الديني الاصولي الساذج البسيط لانه ما صارش عندنا عباقره كبار لو في عباقره حقيقيين من قيمه ابي حامد الغزالي والفخر الرازي وحتى ابن تيميه فضلا عن ايه؟ أبي ولد ابن رشد وابي علي ابن سينا وابي نصر الفارابي اصحاب العبقريات المذهله كان لا نقعد نتخبط في هذه التخبطات الطفوليه تخبطات سخيفه جدا للاسف الشديد لكن حتقول لي ايه انت الان تكلمت عن خطا الموقف الاصولي الديني البسيط المش متناسق مع نفسه، اه ووضحناه. اذا قبلت مبدا الفاعليه وخاصه في الكيانات غير العاقله من حيث الاصل عليك الا تتناقض بعد ذلك وعليك الا يكبر عليك ان تقبل ماذا؟ بفاعليه كيان معين او سبب معين، ما هذا من هذا؟ هذا مثل هذا، ما المشكله يعني؟ ايش هي المشكله؟ واذا كان المبرر لديك ان تقبل بفاعليه تلك الفواعل حتى غير الدارية وغير العاقلة على أساس أنها إيه؟ أنها مأمورة بأمر الله م? وأنها خاضعة لأمر الله وخاضعة لقانون الله الحاكم عليها وفيها اقبل هذا إيش؟ في هذا الفاعل أيضاً الذي ترددت فيه وشعرت أنه يهز إيمانك ما بهز إيمانك هو؟ ليش بهز إيمانك؟ نفس الشيء نفس ما ينطبق على هذا ينطبق على هذا حتقول لي عند التطبيق الأمر يختلف حتى لا أغدر هذه النقطة وأشفي فيها بعض إيه؟ بعض كما يقال عن العلة وأنقع فيها بعض الغلة هتقول لك لا لا تدلس علينا لأنه في ناس مستعجلين يا مدلس ويبدأ يعطيك ألقاب الله يسامحهم ويهديهم أه؟ يا مدلس مش تدليس يا رجل هذا تأصيل تأصيل المسائل يقول لك الانتخاب الطبيعي مش هيك الانتخاب الطبيعي أصلا هم بوصفوه إنه أعمى مش وليه؟ وهي الريح مبصرة يعني؟ <applause> والمطر مبصر؟ ما المفروض المفروض أه؟ المفروض آه المفروض في كل الفواعل غير الواعيه غير الداريه ان تكون ماذا؟ عمياء كمان وصماء ولا فهم حاجه لانها فواعل غير عالمه صح؟ ومع ذلك تفعل والقران نسب لها الفاعليه واقر بفاعليتها ولا مش صحيح؟ ونحن نفعل هذا ألف مره في اليوم ننسب اليها الفاعليه آه لكن هنا العظمه ملاحظه اينشتاين آه ويجنر انه مع انها جمادات او غير عاقله لكن لا اله الا الله تنتج المعنى وبتتغير غايه كانها عاقله وكانها فاهمه كاثر لايه لفاعليه القانون الرباني الحاكم فيها لا اله الا الله ولذلك هذا الذي يقودنا الى الله رغم عنا انتبه يعني لو لم يكن هناك اله ابدع الكون ها واخضع هذه الموجودات غير الواعيه وغير العاقله وعلى فكره الفرق بينك وبينها مش كثير كبير ها لانه في الاخير حسب المنظور المادي انت من اصل مادي لكن بالتطور والترقي والتكامل وصلت للدرجه هذه حلو ممكن اقبل هذا انا مبدئيا ايش رايك على فكره هذه قضيه خطيره جدا جدا ممكن برضه واحد مش متعمق في ايه في العقيده يزندقه وكفرك لا في عندنا علماء مسلمون كبار سنه وشيعه ومش علماءهم في العقيدة، عباقره يعني ناس عقول مذهله قبل ان تكون ما يعرف عندنا الروح، ولكن الروح والنفس يعني، سبيريت او السول يعني اه؟ انه حتى الروح او النفس ان تكون منتجا ماديا، استغفر الله استغفر الله، ابصق من فمك يا رجل، <applause> سيجنون، إيه؟ انا لا اكذب عليهم، انا بحكي لك ايه ما درست وما اعرف، واعرف هذا من نحو 35 سنه بفضل الله. وفي راسهم ابو بكر الباقلاني. ابو بكر الباقلاني متكلم اهل السنه والجماعه. الذي تنازعت ايه؟ نسبته اليهم الحنابله والمالكيه والشافعيه والارجح انه مالكي. شيء عجيب، الحنابله معروفين اهل جمود على الظواهر وتعرفوا موقفهم العقدي. والباقلاني شبه فيلسوف يا اخي متكلم هو. بصراحه يعني فيلسوف يعني تقريبا. الفرق بين الفيلسوف والمتكلم شوي بسيطه. أه؟ كثير من المباني متحده. الفرق ان الفيلسوف لا يقيد نفسه بغايه فكريه اه؟ لكي يبررها لا وين بوديه الدي الفلسفي بروح لو قال له الدي الفلسفي فيش اله فيش اله المتكلم لا مقيد نفسه مبدئيا بغايات انه الله موجود والنبوه حق واليوم الاخر حق والقران حق وبده يحاول ايش عاد يثبت هذه الاشياء بالطريقه ايه العقلانيه هذا الفرق واضح آه. فالفيلسوف اكثر ايه تحررا اكثر تحررا من حيث الاصل فهو في الاخير يعني هي متكلم يعني هو فيلسوف يعني فيلسوف مسلم فيلسوف موحد قال لك النفس او الروح هي نتيجة لترقي المادة، المادة بتتكامل بتتحرك بتنتقل من طور لطور من جوهر لجوهر تصير في الأخير النفس، عجيب حتقول لي هذه بعينها نظرية إيه؟ الماركسي، طبعاً هذا، الماركسيين قالوا هذا وهم سعداء لو يسمعوا الكلام هذا حيطولوا فيه حيعطون عليه مليون دولار، بس هم انتهوا أصلاً وفلسفتهم عليهم كله انتهى، ها. في النطاق الشيعي عندنا صدر المتألهين اسمه صدر المتألهين بس مش بالإجماع عند كثير شيعة من الإخباريين هؤلاء اسمه صدر المتزندقين وبكفروه لأنه أزعجهم بفلسفته وهو فيلسوف كبير جدا بلا شك جمع الفلسفة العقلية والفلسفة الإشراقية والعرفان الإسلامي وأيضا الدليل النقلي من الكتاب والسنة كل هذا جمعه في بوتقة واحدة وعمل فلسفة اسمها هي الحكمة المتعالية أودعها كتابه الموسوعي الأسفار الأربعة الأسفار العقلية طبعاً الأسباب العقليه الاربعه ملا صدر الشيرازي او صدر المتالهين كما كان يعرف ويلقب ويحب الشيعه ان يلقبوه يرى ان النفس وهي من المجردات لكن ليس تجريدا ايه تاما لان المجردات على نوعين مجردات في مقام الذات وفي مقام الفعل مثل الملائكه كانوا يسموها زمان العقول فلاسفه الغارق يسموها العقول الاسلاميون يسموها ايه الملائكه هذه الملائكه العقول هي إيه؟ الملائكه هي مجردات في مقام ذاتها وفي مقام فعلها ومن غير اي تطويل أن هذا بده شرح معنى كونها مجرده في المقامين كليهما انها لا تحتاج الى الماده اصلا لكي تمارس إيه؟ اثارها وافعالها ابدا وحتقول لي معناها اذا هي لا تحتاج الى الماده ومجرده الماده بالكامل اذا هي كانت غير متزمنه نعم غير متزمنه انتبهوا هذه قضية فيزيائية وفلسفية مهمة جدا. أي شيء متزمن مادي، حدود ليه؟ مادي. أي شيء برهنت على أنه متزمن يتأثر بالزمن، يجري عليه الزمن، لابد أن يكون ماديا، وبرهانها بسيط، كل شغلة فلسفية بدها برهان. برهانها بسيط أن الزمن ما هو؟ الزمن هو مقدار الحركة، كما عرفه أرسطو وابن سينا وكل الفلاسفة العقليين، أو عداد الحركة. ولا حركة إذ لا مادة <applause> الحركة تكون في المادة ولا يصحيح؟ صحيح إذا أه؟ لابد إذا متزمن معناها الزمن إيه؟ يقتضي الحركة والحركة تكون في المادة إذا مادي لذلك الله ليس متزمن إلا هو وكثير عندنا مسائل غصنا فيها وتخربطنا وخربطنا على حالنا لأننا نظن أن الله ماذا؟ متزمن لو كان الله متزمنا لكان ماذا؟ ماديا، لو كان ماديا لكان مركبا ككل ماده مركبه، هو صحيح؟ ولا ما كان خالقا. كلام فارغ، الله غير متزمن لا اله بل هو موجد المجردات. فالملائكه او العقول هي مجردات في المقامين، مقام الذات ومقام الفعل. اما النفس البشريه وهذا عند كل الفلاسفه العقليين انتبهوا. فهي مجرده في مقام ذاتها وماديه في مقام فعلها، وهذا صحيح. بدليل ان هذه النفس لا تستطيع ان تمارس حتى على البدن اي فعل الا عبر ماذا؟ الماده. يعني حتى اذا اردت ان تعي عبر البدن بدها الدماغ البرين بدها البرين اذا اردت ان تحرك اليد اه يد بدنها تحتاج الى الاعصاب والى العضلات والاوتار وغصة كبيره اذا ارادت ايه ان تعطي هذا البدن حاجته من الطعام والشراب تحتاج إلى ماذا؟ الى الاعضاء والى الاجهزه الهاضمه كذا وايضا الى المواد التي ايه تستخلص منها يعني المغذيات يعني نيوترينز اذا احفظوا هذا النفس مجرده في مقام ذاتها ومادية في مقام فعلها. أبو بكر الباقلاني قال لك الماء النفس بدأت في الأصل غير مجردة مادية وترقت ترقت ترقت وصارت هيك. نفس النظرية بسطها ومدها وبرهنها بطريقته صدر المتألهين. قال لك النفس عكس ما يعتقد علماء الدين والبسطاء والوعاظ طبعا مش الفلاسفة أنه هي لحالها ومخلوقة وجاءت على البدن وحلت فيه كأنها إيه؟ نفس او دخان كما يظن اليونان والاغارقه الى اخره بعضهم كان يظن النفس هي الدم كلام فارغ هذه مادية كلها قال لك هذه بدات ماديه محضه لكن ملا صدره كان يقول بالحركه الجوهريه لان الحركه عند الفلاسفه من قبله عموما كانت تكون في الاعراض وليست في الجواهر المهم هو قال الحركه تكون في الجوهر بمعنى أن الجوهر نفسه قابل للتبدل والجوهر خمسة، الجواهر خمسة، والعراض تسعة. فهو قال بالحركة الجوهرية وبناء على نظريته في الحركة الجوهرية قال النفس في الأخير اللي, أطلع اللي أطلع أصبحت مجردة في مقام ذاتها وبقيت مادية في مقام فعلها هي إيه؟ نتيجة الحركة الجوهرية في المادة، في البدن. عجيب! شوف في حرية كان، قبل الديلكتيك وقبل ماركس وقبل هيجل وقبل الكلام هذا كله. في عقل جبار بيشتغل قاعد بفكر في الموجودات، بفكر في الأشياء. وبيحاول يقنن ويشوف ما زي اليوم على اي شيء زنديق كفر نلعب لعبه اطفال مسرح اطفال مسرح اطفال وين الفكر الحقيقي وين العباقره وين الناس اصحاب العقول الحقيقيه الدرسين الفاهمين اللي بيقدروا اه حتى الكلام هذا يعني ربما لا يغري اكثر هؤلاء المتعجلين بان يعود ويعيد النظر ياخذه ويكذبه مباشره دون حتى ان يفهم حقيقته لو رحت سالته اصلا كيف يميز جوهر عن العرض ما بيعرف وايش حقيقه الجوهريه وحقيقه العرضيه ما بيعرف بس هو بيعرف ان يكذب وان يرد وان كذا هذا اصبح ازمه للدين انتبهوا هذا ازمه للفكر الديني ازمه للاعتقاد الديني هذا مش حل ليس حلا اه هذا حل فقط ايه للوعاظ والموعوظين من السذج والبسطاء من الناس مش الناس اللي حابه تفهم وحابه تصل الى مقاربات حقيقيه وذات عمق وذات ايه وذات عمق على كل حال إذن الخلاصه ان الفاعل لا يشترط فيه العالميه والوعي والادراك جميل يا اخواني اثنين اذا ما الفرق بين الفاعل الواعي والفاعل غير الواعي لجهه الايه الغايه فرق مهم لكنه ايضا ايه مضبوط الفاعل الواعي حين يفعل يتغير غايه معينه هو يكون عالما بها وربما على درايه بمعظم الاسباب الموصله اليها والمبادئ المتخلله ايه بينه وبينها يقال إن غايته ما لأجله حركته ما لأجله فعله هذه غاية الفاعل العاقل طب إذا الفاعل غير عاقل مطر نزل ريح قصفت آه؟ ماء سال حجر أي تشقق أي شيء أي شيء نار شبت واشتعلت فاعل غير عاقل آه؟ وفي الأخير في غاية لازم في غاية انتبه النار الآن حط أمامها قطن أحط خشب عليها في خشب إيش الغاية في الأخير الخشب يصبح رمادا القطن يصير رمادا هذه الغاية هذا الإيم هذا التلوس باللاتيني التلوس الغاية حيصير رماد آه هذه الغاية يعبر عنها بالرطانة الفلسفية بالاصطلاح الفلسفي فنيا بأنه ما إليه الفعل مش ما لأجله ما إليه يعني ما ينتهي إليه والشمس تجري لمستقر آه شوف وفي إلى في فرق بين إلى مستقر ولمستقر، شفت؟ إلى هنا إيه؟ الغاية كأنها غاية في الفضاء. وطبعا الفضاء يحتاج إلى زمن لقطعه. ها؟ سبيشال وتايم يعني أه. المهم غاية فضائية وغاية إيه؟ فيها زمن. ما إليه الفعل، ما إليه الحركة، لكن مع ذلك تبقى ماذا؟ تبقى غاية. وتلك غاية ولكن ما لأجله الفعل، ما لأجله الحركة. الغاية دائما موجودة كلما وجدت الفاعلية وجدت إيه؟ إلغائية. كلما رأينا الغائية استدلنا على ماذا؟ الفاعلية. جميل أن الكون مبني بهذه الطريقة، وهذه الطريقة التي بني عليها الكون هي اللي حر حيرت إيه أنشتاين كما قلت لكم وويجنر وقالوا كيف الكون هذا مفهوم؟ وليش تطور بطريقة مفهومة؟ وليش قابل حتى أن يفهم؟ لأنه هيك. لأنه فيه الوحي كما قال سير جينز اليوم هذا عالم واعي هو وجود واعي لا إله إلا الله والوعي يحتاج الى الى مصدر. الان ساتي الى نقطه من اجمل ما يمكن ان ادلي به في هذه الخطبه. ومن اهم ما يمكن ايه؟ ان اقول انتبهوا. عموما خاصه الماديين اه خص الماديين لما تقول الوعي، الذكاء، الادراك، الشعور، الاحساس الى اخره هو دائما يستحضر ماذا؟ الحاله ايه؟ الانسانيه. والانسان ما شاء الله عليه عاد 100 تريليون خليه، 100 تريليون خلية والدماغ تبعنا قد إيش؟ أهم شيء في الجملة العصبية المركزية أهم شيء الدماغ 68 مليار خلية عصبية اللي بسموها أهل الشام العصابون النيرونز هذه آه 68 بليون يعني أو مليار إحنا نسميها في ألمانيا كذا آه 68 في أمريكا بسموها البليون آه 68 مليار يعني 10 أس 9 مليار خلية عصبية أوه. المادي يفرح فرحا شديدا هنا يستخف الفرح يقول لك طبعا يا اخي 68 مليار خليه وتتفاعل مع بعضها وكل خليه عندها ايه الوف التشابكات مع كل خليه الى جانبها فما شاء الله يعني هذا بناء شديد التعقيد شديد التواصليه شديد التاثريه انت اكتيفيتي شديد التاثريه فلا جرم انه ولد ماذا الذكاء والفهم والوعي والابداع والاختراع والعبقريه قضيه معقده اقول له لا 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 اربع على ضلعك اصحى يستخفك ايه؟ الفرح والزهو المادي انتبه. الا تلحظ انه النمله اللي مخها اقل من كريستالك ملح عندها ذكاء غير طبيعي وتصرفات مبدعه وعجيبه ومذهله ومحيره المساله كانها مش موقوفه على ايش؟ على الكم الهائل من الخلايا والتركيب. لحد الان الموضوع لسه حولك ومع ذلك هي كائن حي مكون من ملايين الذرات وملايين الخلايا طبعا. طبعا هي يعني مكونه من مليارات الذرات، مليارات الذرات، وملايين ملايين الخلايا. وعنده في الاخير ايه؟ ما يبرر الوعي تبعها والذكاء. حلو حلو حلو، بلاش بطلنا النمله، ما بدناش. سيبك من النمله. الان سنلقي بالقنبله تبعتنا. بكتيريوم إحنا نسمع دائما بكتيريا فعلا انه بكتيريوم شو بكتيريوم يعني؟ يعني بكتيريوم بكتيريا بالمصري واحد واحده المصري يقول لك بكتيريا مثلا اه بكتيريا واحده اسمه باللغات الاجنبيه بكتيريوم البكتيريوم هو هذا الكائن الميكروسكوبيك الصغير اللي ما بتشوفه بعينك لازم تشوفه ايه؟ بالمجهر في كل جرام من التربه خذ جرام 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 واحد خمسين مليون بكتيريوم الله اكبر جرام جرام تاخذ جرام هيك 50 مليون خليه بكتيريه الواحد يسموه بكتيريوم الجماعه بكتيريا هذه جماعه اه جميل 50 مليون على فكره ستقول لي بس يظلوا كائن تافه ومش مهم هذا اخطر مما تظن ها؟ ولله جنود السماوات والارض وما يعلم جنود ربك الا هو في مصطلح في علم الاحياء وكذا وفي علم الايكولوجي ايضا بسموه البيوماس البيوماس يعني الكتلة الحيوية شو البيوماس؟ الماس الكتلة ممكن توزنها كتلة كل الأحياء اللي هي على الكوكب هتقول لي طبعا في قمتها ايش الحيوانات؟ وحم الحيوانات الثدييات الحيوانات كلها كل الحيوانات بأنواعها بالملايين وكل النباتات وضل شغلة ثالثة وخلاص وهذا كله حيوانات نباتات وايش؟ وفطريات يعني كائنات ايه مايكروبات بسموها مايكروبات، كائنات دقيقة اللي هن ايش هي؟ الميكروبات خمسة البكتيريا الفيروس الفنج اللي هو الفطر بعدين الطحالب اه والاوليات او الاولانيات بروتوزوا اه بروتوزوا البروتوزوا خمس شغلات كل الكتلة هذه بسموها الكتلة الحيوية، كم تبلغ تقريبا؟ 550 مليار طن حضرتك طبيعي الافياء والاسود والبشر سبعة مليار بشر البيوماس تبعت البكتيريا اكثر من كل الكتله الحيويه للنباتات والحيوانات جميعها تصدق هذا الشيء روح يجيب اي مقرر في علم ايه اه البكتيريا او في علم الميكروبيولوج عموما وابحث عن الشيء هذا شوف البيوماس تبع البكتيريا وزن البكتيريا على الكوكب اثقل من وزن كل النباتات، شوف الغابات قديش كذا ومن كل الحيوانات. الله اكبر معناها هذه يعني شغله رهيبه طبعا وهي من اوائل الاشكال التي ايه ظهرت على ايه؟ على الكوكب. مش هذا الدرس. الدرس ان البكتيريوم ايش هو؟ خليه واحده. البكتيريوم مش اورجانيزم. الاورجانيزم بتكون ايش؟ تجمع كبير كائن حي كامل يعني اه من الوف او ملايين او ملايير الخلايا لا 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 البكتيريوم وان سيل خليه واحده خليه واحده بس هتقول لي انسى حكايه اجهزه اجهزه زي يا ابني حنقول لك خليه <applause> لا في تيشو ولا في عضو ولا في نزيف ولا في شيء خليه طيب ليش يا عدنان بتحكي عن الموضوع هذا ايش بدك في البكتيريا؟ آشك. الملاحده والماديين البكتيريا تتصرف بطريقة أذهلت العلماء والمفروض تجنن العالم خاصة المادي المهم ما بنجن ما يحتار، لأنه بصراحة الجواب واضح عنده وهذا مش إله الفجوات هذا إله الأزمان كلها إله الأكوان هذا الفهم اليوم صح وقبل أربعة مليار وخمسة مليار يوم عمر الأرض يعني صح وإلى أن يطوي الله بصوت الوجود كله صح وسيظل صح باستمرار قال فمن ربكما يا موسى؟ فرعون بيسال موسى قال له مين ربك انت؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه. ما قالش خلقه خلقه اللي بتناسب مع رتبة الوجوديه مع سهمه في الوجود ثم هدى الله. قال في القران من عند محمد. هذه نظرية احنا هتفهمها الان ستفهم الايه هذه هتفهمها لما اتكلم عن البكتيريا. الذي اعطى كل شيء خلقه ثم كل شيء حتى البكتيريوم طبعا حتى البكتيريوم وحتى الالكترون والبروتون والميزون اي حاجه ما داموا شيء خلاص الله اعطاه خلقه ورتبته وهداه طب كلمه هدى الا تشي بالغائيه طبعا هي اصلا تعبير غائي هذا عشان يصل لماذا الديستنيشن تبعه الهدف هذا هو والذي قدر فهدى سبح اسم ربك لأ. سبح لانه اله حق ما يوجد شيء باطل في خلقه وكل شيء بحق بقانون سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى نجعل البكتيريا ايش قصه البكتيريا عاد شوف العجوبه أعجبها كثير جدا 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 في نوع من البكتيريا التعاونيه بسموها ميكسوكوكس إكسانثيس ها النوع من البكتيريا زي ما قلت لكم اذهل العلماء حير العلماء ليش طيب في عندنا نظريه في العلم بسموها ايه مأساة الشائع او المشاع تراجيدي اوف كومنز هذه في 68 سكها العالم هاردي وتكلم باختصار وهذه تصدق على كل الموائل وعلى كل الانظمه البيئيه والحيويه ما في عندي كائنات حيه حتى البكتيريا حتى الفيروس مع انه هو مش حي ومش ميت على عتبه بين الاثنين لا اله دراكولا عجيب المهم قال إيه لك حتى ايه البكتيريا اللي خليها واحده لا جهاز عصبي ولا دماغ ولا ايه ما يحزنون قال لك حتى البكتيريا لازم يكون في عندها ايش؟ مصادر للايه؟ للغذاء والمصادر عموما محدوده ما في مصادر لا متناهيه ما في كل شيء عدا الله ماذا؟ محدود له حد قد جعل الله لكل شيء قدر، شو القدر هو؟ حدود الشيء في الزمان والمكان، وفي كل شيء، وفي الصفات، في حدود. كل شيء غير الله مقدر، له قدر. فقال لك المصادر محدودة. الآن إذا الكائنات التي تتنافس على هذا المصدر لا تسلك سلوكاً تعاونياً، ما الذي يحصل؟ المصدر له عتبة، يعني حد أدنى، فريشلد، عتبة معينة. طالما العتبة هذه موجودة المصدر يجدد نفسه اعطيه بس الفرصه برجع بيجدد نفسه بتكاثر بتوالد العشيب الحشيش الحيوانات الاسماك اي شيء ها برجع لكن اذا تم ايه؟ انتهاك وتجاوز ماذا؟ العتبه اخذنا تحت العتبه يهلك المصدر ينتهي المصدر يستنزف انتهى واذا ايه؟ عدم المصدر فني المصدر ايش بصير؟ اللي وجوده وغذاؤه موقوف على هذا المصدر بالتالي ماذا؟ يهلك ينتهي بس نحن شايفين ملايين الانواع عمرت الارض وما زالت هيها وموجوده طبعا حتقول لي ما في انقراض انت نسيت الانقراض يا عدنان الملاحدة بيحبوا كثير حكايه الانقراض هذه عشان ما اخش موضوع الانقراض انا ارى الانقراض قصه نجاح وليس قصه فشل ايش رايكم قولوا هيك قولوا عدنان قال هيك ادعي هيك انا ادعي هذا اه الانقراض قصة نجاح وليس قصة فشل كما يقول الملاحدة. ولذلك بيستخدموا الانتخاب الطبيعي والتطور على انه ما فيش إله لأنه في انقراض. لأن عموما متوسط أعمار الأنواع إذا أخذنا هيك وسطيا مليون سنة، في بعضها تعمر حتى 50 و70 و مليون، لكن عموما مليون إلى 2 مليون. هذا فشل؟ إلا إذا كان هذا المادي المسكين والملحد إيه؟ المهوس يظن انه في شيء يوجد ليخلد ما حدا متدين ولا حدا تاليه قال لك في شيء يوجد ويخلد متى فهم الخالدون كل مرصد للفناء والعدم كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون الباقي الوحيد الازلي الابدي هو الله لكن لما كائن ما شاء الله يوجد ويتطور ويعيش ويتاقلم ويتكيف ويقعد له مليون واثنين مليون سنه هذه قصه فشل؟ قصة نجاح هذه وبعدين خلاص بارك الله فيما رزق اذهب اترك المجال ايه لغيرك والله صحيح فانتبهوا الانقراض قصه نجاح وليس قصه فشل فنيجي فاحنا بنشوف انه ايه البكتيريا هذه عمرها اكثر من ثلاثة ملايين سنه تقريبا وموجوده ليش طيب كيف موجوده شوفوا العجوبه لا اله الا الله على فكره قبل ان اشرح العجوبه هل هذه العتبه حسيه مش حسيه ولا يمكن تعرفها حتى انت كبشر ايش رايك انت الحين لما على مرعى ترعى ما بتقدر تعرف انك انت لما جبت 500 راس غنم في المرعى هذا بالمساحه هذه انك ممكن تتجاوز العتبه وتؤدي ايش الى اعدام وافناء المرعى ما بتقدر تعرف لكن ممكن واحد دارس ومتعلم يعمل عمليه ايش حسابيه رياضيه ويقول لك يعني بدها حساب فهي قضيه عقليه قضيه ايه عقليه مش قضيه ماديه حسيه مبينه فبدك البكتيريوم او البكتيريا عموما تدرك تعمل حساباتها الرياضيه وتعرف انه ايش نعمل ايش ما نعملش عشان ما يخلص المصدر لا اله الا الله ايش اللي بصير؟ قال لك اللي بصير مع البكتيريا ذكرتها هذه العجيبه هذه اه انه لما بشح الغذاء ويبدا ايش؟ يقتل المصدر ها؟ تتخذ تقنيه او تستخدم تقنيه عجيبه جدا جدا ايش هي؟ تبني ما يعرف بالجسم الثامر. تدور تقول الجسم المثمر. فروتينج بادي. فروتينج بادي. الجسم الثامر، ها أو الجسم المثمر. شو الجسم المثمر؟ باختصار هو، ها. بتكون من طبقتين. الطبقة اللي تحت عيدان عصي هيك. بكتيريا عصوية. لأن البكتيريا عندها أنواع كثيرة أشكال كثيرة. بكتيريا إيه بتاخذ شكل العيدان. تتكيف لشكل العيدان. واللي فوقها بتكون إيش؟ ابواغ او جراثيم سبورز يسموها في الميكروبولوجي جراثيم تحت عيدان فوق ايه جراثيم انتبه كل البكتيريا اللي استثمرت في نفسها لكي تبني ايش في الجسم المثمر عن طريق العيدان ستهلك ولن يكون لها ذريه خلاص مش حتتكاثر يعني هي ستنتهي بتتناسخ وكل البكتيريا اللي استثمرت في ايش في السبورز هذه التي ايش تظل تمتد وظل وجودها ساري حلو التفسير التطوري او التفسير المادي اللي بين ممكن يكون علمي او الحادي ايش لازم يفترض مبدئيا هو؟ انا اقول لك لازم يفترض انه ما في بكتيريا ها أه؟ صارت عيدانا الا لانه الانتخاب الطبيعي اهلها لذلك وهي لا تستطيع الا ان تكون عيدانا غير صحيح هنا الذي خيبهم هذه صدمه كبيره للماديين ابدا البكتيريا اللي بتصير عيدان أو بصير ايش؟ سبورز، الثنتين. كل منها قادر أن يصير ما يريد. يقدر يصير سبورز، ويقدر يصير عدان، هو صالح للاثنين بنفس القدر. لا إله إلا الله. حتقول لي أنت يا عدنان يعني مخي أنا بقى شعري الحين بتكلم والله شعري بدا يقف. بدك تفهمني أنه البكتيريا تمارس التضحية؟ عندي مفهوم تضحية؟ الله أكبر. قبل ما تقول لي تضحية أصلاً، هي كيف فهمت؟ إنه المصدر شحيح وإنه إذا ما ضحيت أو ما عملت هيك وبعدين مين علمها تعمل ايش؟ الجسم الثامر هذا وليش بعضها تضحي بنفسها عن طواعية ورضا وسماح وبتعطي فرصة الامتداد لغيرها ايش اللي بصير هنا؟ أي وعي تتحدث عن أي وعي عن أي ذكاء عن أي مخيخ عن أي مخ وعن أي جملة عصبية أنا بحدثك عن خلية واحدة البكتيريا خلية واحدة فسر يا مادي فسر يا ملحد انا بالنسبه لي مُؤمن، قضيه محسومه ومفهومه ومرتاح جدا جدا اه اعطى كل شيء خلقه ثم هدى الذي قدر فهدى اه واسمه رب كل شيء خالق كل شيء ومليكه وربه وما معنى الرب